هناك عشرات الآلاف حازم، لا نعلم ما هي الأعداد الدقيقة. بالعادة كانت الشرطة الإسرائيلية هي من يصدر تقديرات هذه الأعداد بناء على معلوماتها ومسيرات كانت تطلقها في الأجواء، ولكن الآن ربما لا حاجة، لأن هناك الشرطة هي شرطة بن غفير هنا في هذه المظاهرات، يصرخون أيضا شعارات ضد الشرطة، يقولون بأنها شرطة بن غفير. هنالك من يلبس ملابس يكتب عليها بن غفير مخرب أو بن غفير مجرم إلى آخره من هذه الشعارات ضد حكومة نتنياهو، ولكن بالطبع عشرات الألاف. الأسبوع الماضي كانت المظاهرة تعتبر كبيرة قياسا بالأسابيع السابقة، اليوم أيضا تعتبر كبيرة. هنالك بعد قليل سيكون هنالك مظاهرة أخرى بالقرب من هنا، هذا ما يحدث بالعادة كل أسبوع. الآن هنا من خلفنا هؤلاء الحركات الاحتجاجية الإسرائيلية، الكثير من الحركات تطالب بانتخابات، خطابات لشخصيات بارزة في المجتمع الإسرائيلي، يقولون بأن هذه الحكومة هي حكومة الخراب والدماء وأنه يجب إسقاطها، يطالبون بانتخابات مبكرة فورية، يتهمون نتنياهو بأنه يتعامل مع قضية الصفقة والأسرى باعتبارات سياسية دون أن يهتم بمصالحهم. وبالتالي كان قبل بدء هذه المظاهرة كان هنالك مؤتمر صحفي لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، أيضا على خلفية الفيديو الذي نشرته كتائب القسام. قالوا في هذا المؤتمر الصحفي بأن نتنياهو يعرقل الصفقة، هو حجر عثرة ليس فقط أمام الصفقة وإنما أمام إسرائيل بأكملها، وأنه طالما نتنياهو متواجد بالحكم لن يعود المحتجزين إلى ديارهم. هذه هي الصورة هنا، هنالك حالة غضب. بعد قليل عمليا بدأنا رؤية المتظاهرين يمشون إلى الجهة الشمالية من أمامنا، هناك بعد قليل أو في يعني خلال دقائق ستبدأ مظاهرة أخرى هي استمرارية لهذه المظاهرة، ولكنها بالأساس تطالب بإعادة المحتجزين. من يبادر إليها هم عائلات المحتجزين الإسرائيليين. هنالك بالعادة تكون المظاهرة أكثر غضبا، لا يوجد خطابات، بالأساس شعارات هتافات مطالبة بإبرام صفقة. الآن غضب كبير على عملية رفح، عمليا ما نراه اليوم في قطاع غزة وكأنه عود على ذي بدء، قصف في كامل قطاع غزة من الشمال حتى الجنوب، إخلاءات في بيت لاهيا، في جباليا، في رفح. في الحقيقة أيضا يعني ربما بسبب هذه العملية وكأن الحرب عادت لكثافتها لمرحلتها الثانية التي كانت تقوم فيها إسرائيل بعمليات مكثفة، ربما من أجل هذا الموضوع خرج اليوم علينا الناطق باسم جيش الاحتلال. أذكر فقط أيضا بأن أعلن قبل قليل عن مقتل جندي خامس أو مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة، ولكنه كان قد قتل بالأمس على الأرجح في حي الزيتون في نفس الحدث الذي قتل فيه 4 جنود إسرائيليين بالأمس، ولكن الإعلان عن الجندي الخامس جاء اليوم. بالطبع هنا أيضا هنالك اهتمام بكل ما ينشر في الدقائق الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي، قضية أن رئيس هيئة الأركان كان قد طالب الكابينت ونتنياهو تحديدا بأن يكون هنالك رؤية استراتيجية لما سيكون في قطاع غزة، وأنه دون رؤية استراتيجية لن يتمكن الجيش، سيبقى عالق في غزة، لن يتمكن من تحويل ما سماه الجيش على الأقل إنجازاته التكتيكية إلى سياسة، إلى مسار سياسي، إلى مسار استراتيجي إسرائيلي في قطاع غزة بسبب تعنت نتنياهو وعدم مقدرته أو عدم رغبته في اتخاذ قرارات. عمليا هذه الحرب حازم، فقط يعني كجملة أخيرة، تفضل. هذه الحرب كسرت كل القواعد التي وضعتها إسرائيل منذ إقامتها بشأن الحروب. النظرية الأمنية الإسرائيلية تقوم على بضعة مبادئ، أولها حرب قصيرة، نحن نرى الحرب 7 شهور حتى هذه اللحظة على الحسم السريع، وهذا ما لم يحصل، لا يوجد حسم ولا يوجد حرب سريعة. وأيضا قضية الردع التي فقدتها إسرائيل رغم كل التدمير في قطاع غزة، لكن حزب الله غير مرتدع وهو يستمر بقصف إسرائيل بالإضافة بالطبع إلى إيران. أشكرك جزيل الشكر وسنبقى معك في متابعة. إيمان جبور مراسلة الغد كنت معنا من تل أبيب، شكرا جزيلا لك.